السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما شفتوا تيسا عاصمة الحياة هنا، والتحية للناس ديال الحياة هنا والناس ديال تيسا فين ما كانوا. هذه مدينة تيسا كما كتشوفوا المنظر من واحد جبيل أو جبل شوية مطل على المدينة. مدينة تيسا في الوقت ديال الربيع 2024، المدينة ديال تيسا المدينة الجميلة والرائعة، المدينة المعروفة بالخيل، المدينة المعروفة بالفلاحة والقبيلة كذلك الحيينة. تحية للناس ديال الحيينة فين ما كانوا عبر التراب الوطني المغربي وعبر العالم. كما كتشوفوا هذه هي المدينة، المدينة جات في هذه البلاصة ماضية. كاينة المدينة ليه واحد طلعها، وكاين مدينة راه كبيرة، ولكن هذا السنتر هذا جا هنايا في هذه البلاصة بهذا المنظر هذا الجميل والرائع. كاين الخيالة بالمناسبة ديال هذا الفيديو في 2024 شهر 4، كاين الخيالة، كاين كل شيء في تيسا. والسلام عليكم.